نكمل وياكم بعض العمليات اللي ممكن تصير على الهيستوغرام، واحنا وضحنا بالمحاضرة اللي راحت او بالفيديو اللي راح وضحنا آلية رسم الهيستوغرام وشو نقدر نسوي هيستوغرام نورماليزيشن، انه احنا نحصر قيم التكرار ما بين الصفر والواحد. واحنا قلنا انه الهيستوغرام يستخدم بالإيمج بروسيسنج تكنيك بتقنيات المعالجة الصورية كنوع من انواع الإيمج انهانسمنت، كنوع من انواع تحسين الصور. فاحنا نقدر نطبق بعض العمليات على الصورة اللي بالمقابل راح تحسن من الهيستوغرام، شلون نوصل الى صورة مثالية او صورة صارت عليها بعض التعديلات حتى تنطينا افضل مظهر. يعني احنا هنا وضحنا بالمحاضرة وقلنا انه رسم الهيستوغرام يعكس لي من طبيعة الصورة. فلو جينا شفنا هذه الصورة اللي هي صورة اللي كانت low contrast، يعني الصورة قليلة التباين، فشفنا انه الهيستوغرام مالتها very narrow، الخطوط مالت الهيستوغرام كانت متقاربة كلش. هذه الصورة فاتحة، فالهيستوغرام مالتها راح باتجاه الرايت باتجاه 255. هذه الصورة هنا غامقة، فنشوف ان الهيستوغرام رايح باتجاه الصفر. الحالة المثالية اللي تكون بها الصورة بافضل ما يكون هو ان تكون بهذا الشكل high contrast image، تباين عالي، ولما نرسم الهيستوغرام لهذه الصورة راح نلقى انه الهيستوغرام متوزع على طول المحور، يعني تقريبا كل الوان الجريسكال ظهرت بهاي الصورة. فكانت عندنا هذه الخطوط لا هي راحة باتجاه اليمين ولا اليسار ولا صار فيرينورو، لا متوزعة على طول المحور أو ماخذة كل قيم الجريسكال. اليوم راح نشرح بعض العمليات اللي تصير على الهيستوغرام. راح ناخذ ثلاث عمليات اللي هي هيستوغرام ستريتش، عملية ستريتش بمعنى انه احنا نمد الهيستوغرام فتصير هيستوغرام ستريتش، وراح ناخذ الهيستوغرام شرينك اللي هي تقليص الهيستوغرام، والعملية الأخيرة اللي هي عملية الهيستوغرام سلايد اللي هي تحريك الهيستوغرام إلى اليمين أو إلى اليسار. راح نبدأ بأول عملية اللي هي هيستوغرام ستريتش اللي هي راح تطبق بهذا الشكل. إذا كانت الخطوط مالت الهيستوغرام صايرة نارو، فلما نطبق عليها الهيستوغرام ستريتش راح تتوزع على كل المحور. إذا كانت هي بهذا الشكل وطبقنا عليها الشرينك، فراح نجي نقلص هذه الخطوط ونخليها ضمن قيمتين. إذا كانت بهذا الشكل موجودة بهذا المكان وسوينا عليها هيستوغرام سلايد، راح نقدر نحركها باتجاه اليمين أو اتجاه اليسار حسب الأوفسيت اللي راح يستخدم، وراح ناخذ عليه بعد شوية مثال وراح نشوف شلون تصير عملية السلايدنج. أول عملية عملية الهيستوغرام ستريتش. طبعا هذه العمليات الثلاثة تطبق باستخدام قوانين رياضية، هذا القانون نطبقه على الصورة حتى لما نرسم لها الهيستوغرام تكون مطبقة عليه السلايدنج أو ستريتش. المعادلات الرياضية مالت الستريتش تكون بهذا الشكل، ستريتش اي رو كولوم، يعني ستريتش لكل البكسلات الموجودة بالصورة ابتداء من اول بكسل على جهة اليسار اللي هو بالزاوية العليا اليسرى من الصورة، ونمشي على كل البكسلات الى ان نوصل الى اخر بكسل اللي هو بالزاوية اليمنى السفلى. فنبدأ على كل البكسلات راح نطلع لها قيمة جديدة، فستريتش اي رو كولوم يساوي عندنا هنا قوسين البسط بي اي رو كولوم قيمة البكسل اللي نشتغل عليه ناقص اي رو كولوم من اصغر قيمة بالمصفوفة تقسيم اي رو كولوم ماكس اكبر قيمة بالصورة ناقص اي رو كولوم من اصغر قيمة بالصورة. سد القوس، هذا الناتج اللي داخل القوس مضروب فيه ماكس ناقص من، هذه الماكس والمن نقصد بيها أعلى وأقل قيمة بالمستوى اللوني مو بالصورة، بالمستوى اللوني. يعني إذا قلنا الصورة هي grayscale فالقيمة الصغيرة بالgrayscale هي صفر وأعلى قيمة هي 255، ففرقوا بين هاي الماكس وما بين الاي رو كولوم ماكس. لما نقول اي رو كولوم معناته نقصد الصورة اللي نشتغل عليها، بينما لو ذكرنا الماكس وحدها والمن وحدها فده نقصد أكبر وأصغر قيمة بالنسبة للمستوى اللوني زائد المن. يعني هذه كل يعني اكو شغلات او هنا متغيرات راح نثبتها من البداية، وراح يتغير عندنا بس قيمة البكسل. يعني احنا اول ما نبدي نشتغل راح نحدد الايرو كولوم من اصغر قيمة بالمصفوفة، اكبر قيمة بالصورة، اكبر قيمة بالمستوى اللوني، اصغر قيمة بالمستوى اللوني، هذني كلهن يبقن ثابتات، اللي يتغير عندنا بس قيمة البكسل. من نبدي يعني كل خطوة راح نشتغل على بكسل جديد وانا محددين كل هاي المعطيات. لو جينا طبقنا هذا القانون على هاي الصورة، عندنا هذه إيمج، أريد منكم تسووا لها ستريتش، هيستوغرام ستريتش.
طبعا قبل ما ننفذ نذكر لكم فائدة الستريتش. فائدة الستريتش هو increase ال image contrast. In general بصورة عامة ال histogram stretch will increase, سوف يزيد من ال image contrast، راح يزيد من تباين الصورة. لو شفنا هذا المثال، هذه الصورة الأصلية طبقنا عليه شفنا لها الهيستوغرام مالتها كان ظاهر بهذا الشكل، نريد نسوي لها stretch، فبعد ما طبقنا المعادلة على قيم هاي الصورة تحولت الصورة بهذا الشكل، زاد التباين مالتها، ولما رسمنا الهيستوغرام للصورة بعد الستريتش ظهرت عندنا أو كان الهيستوغرام مالتها مرسوم بهذا الشكل، فصار له الستريتش اللي هو امتد على كل البكسلات أو على كل محور الإكس. نجي هسه نطبق المعادلة على هاي الصورة. أول شيء الثوابت راح نحددهن من البداية حتى ما نرجع كل شوي نكررهن. عندنا هاي الأيرو كولون راح تشتغل على كل بكسل، هي راح تكون متغيرة. راح نحدد الأي رو كولوم من تساوي أقل قيمة بالمصفوفة، فراح نجي نشوف هاي الصورة أو هاي المصفوفة أصغر قيمة بها هي الواحد، فارزة I رو كولوم الماكس أعلى قيمة بالصورة، أعلى قيمة بهاي الصورة هي العشرين، فنخلي هنا 20. عندنا الماكس والمن، طبعا احنا ذاكرين بالسؤال أو نذكر لكم بالسؤال إنه هاي الصورة هي جراي سكيل إيمج، فمعناته إنه الماكس يساوي 255 والمن هي أصغر قيمة بالمستوى اللوني وتساوين صفر. نبدأ نطبق القانون على كل بكسل. نبدأ بأول بكسل، فراح نقول stretch نبدأ بالبكسل 7، للسبعة يساوي نفتح قوس I row column يعني البكسل اللي دنشتغل عليه، دنشتغل احنا على السبعة، ناقص I row column من حددنا اللي هو الواحد، على I row column max اللي هي العشرين، ناقص I row column من اللي هو الواحد، هذا ما بين القوسين، مضروب في الماكس ناقص المن اللي هي 255 ناقص صفر زائد المن اللي هي صفر. نطلع ناتج القوس كله، يلا نضربه في 255 ناقص صفر، يعني ما يصير نضرب بعدين نقسم، لا نطلع ناتج القسم اللي ما بين القوس كله نكمله، الناتج اللي يطلع نضربه في 255. فراح نجي هنا 7 ناقص 1 6، 20 ناقص 1 19 مضروبة في 255 ناقص صفر 255 زائد صفر تبقى 255، فالقيمة راح تطلع 80.5. تقسموه 16 على 19 تضربوها في 255، فهنا طبعا الناتج راح يكون عبارة عن مصفوفة حجمها بقد حجم المصفوفة الأصلية، فالسبعة بعد ما سوينا لها ستريتش صارت 80، 80.5. تقدرون تقربون او تبقوها 80 او تسووها كلها 81، يعني هذا زيادة نص او كسر وجبر هذا النص ما راح تأثر هواية بالصورة، فراح نخليها 81 حسب، راح نسويها تقريب حسب ما بعد الفارزة. بعد ما كملنا السبعة ننتقل للبكسل الثاني، فنقول ستريتش لل 12 وتساوي، راح ننزل هنا الاي رو كولوم هي بس اللي راح تتغير، يعني هاي القيمة بس اللي راح تتغير، بقية كلها تبقى ثابتة، فصحيح 12 ناقص 1 على 20 ناقص 1، الناتج كله مضروب في 255 ناقص 0 زائد 0، راح نقول 12 ناقص 1 ويساوي لنا 11 على 19 في 255، يطلع 147.6. فالنتيجة مالت الـ 12 راح تصير 148 بعد ما سوينا عملية التقريب. نستمر على كل هاي البكسلات إلى أن نوصل إلى الواحد، ونقدر نقول لكم ارسموا الهيستوغرام قبل وبعد الستريتش. فإذا قلنا لكم ارسموا الهيستوغرام، فتاخذ هاي الصورة ترسم لها الهيستوغرام مثل ما تعلمناه بالمحاضرة اللي راحت، بعد ما سويت لها ستريتش ظهرت لك هاي الصورة، ترسم لها الهيستوغرام أيضا بنفس الطريقة اللي أخذناها بالفيديو اللي راح. فعملية الستريتش هذا هو القانون مالتها، مهم جدا تحفظون القانون، وإذا جاكم سؤال سووا ستريتش فلازم تكتبون القانون، لأن القانون عليه درجة. العملية الثانية هي عملية الشرينك، أيضا قانون رياضي راح نطبقه. القانون الرياضي يقول إنه الشرينك للآيرو كولوم اللي هي تقليص الهيستوغرام، تقليص خطوط الهيستوغرام أو جعلها متقاربة، فشرينك للآيرو كولوم لكل قيمة بالصورة يساوي
شرينك ماكس، هذه القيمة تكون ثابتة بالسؤال، تحدد بالسؤال لشرينك ماكس ولشرينك من، مقدار التقليص أعلى قيمة وأقل قيمة بمقدار التقليص، يعني شرينك ماكس ناقص الشرينك من هذه تحدد بالسؤال، تقسيم I رو كولوم ماكس أعلى قيمة بالصورة ناقص I رو كولوم من أقل قيمة بالصورة، هذا الناتج كله اللي ما بين القوسين مضروب في I رو كولوم قيمة البكسل اللي نشتغل عليه ناقص I رو كولوم من أقل قيمة بالصورة زائد شرينك من، زائد الشرينك من اللي حتكون ثابتة بالسؤال. فرضا إجاكم هذا السؤال وردنا منكم تطبقون شرينك، apply histogram shrink، طبق الهيستوغرام شرينك for the following sub image على هذه الصورة، where حيث ان الشرينك ماكس تساوي 100 والشرينك من تساوي 20. مثل ما قلنا راح نحدد قيمة الشرينك ماكس والشرينك من بالسؤال، وعدنا هاي الصورة ونطلب منكم انه تطبقون الهيستوغرام شرينك. قانون لازم تحفظوه ينزل بالجواب، ونبدي نطبق عليه على بيكسل بيكسل. راح نبدي بأول بيكسل اللي هو 70، راح نقول شرينك للسبعين يساوي حسب القانون شرينك ماكس ناقص لشرينك من، يعني 100 ناقص 20، اي رو كولوم ماكس ناقص اي رو كولوم من، نقدر نثبتهم ببداية حتى لا كل شوية نجي ندور، اي رو كولوم ماكس أعلى قيمة بالمصفوفة، أعلى قيمة عندنا هنا 200، اي رو كولوم من أقل قيمة بالمصفوفة وتساوي أقل قيمة عندنا اللي هي 10. نجي نكمل على القانون، I رو كولوم ماكس ناقص I رو كولوم من، فهي حتصير 200 ناقص 10، هذا القوس كله مضروب في I رو كولوم البكسل اللي دا نشتغل عليه، احنا واقفين هسه على 70 على أول بكسل، 70 ناقص I رو كولوم من أقل قيمة بالمصفوفة اللي هي 10، زائد الشرينك من اللي هي شرينك من حسب السؤال هي 20. راح نبدي هسه ننفذ 100 ناقص 20 وتساوي 80، 200 ناقص 10 190، 70 ناقص 10 60، زائد 20. طبعا هنا ما نجمع يلا نضرب، لا الأولوية للظرف، واحنا نطلع ناتج القسمة نضربه في 60 وبعدين نجمعه في 20، فالناتج راح يكون 45.2، 45.2. فأيضا مثل ما سوينا بذاك السؤال راح تكون عندنا هاي المصفوفة الناتجة بحجم المصفوفة الأصلية، فالسبعين راح تتحول إلى 45.2 فراح تبقى 45. ننتقل للشرينك للبكسل الثاني اللي هو 120، نفس القانون راح يطبق، راح نقول شرينك ماكس ناقص الشرينك من تبقى ثابتة، 100 ناقصا 20، تقسيم I رو كولوم ماكس اللي هي 200 ناقص I رو كولوم من اللي هي أصغر قيمة بالمصفوفة اللي هي 10، هذا الناتج كله مضروب في I رو كولوم على البكسل ده نشتغل عليه، هسه احنا بلشنا نشتغل على 120، 120 ناقصا I رو كولوم من اللي هي 10 زائدا 20 وتساوي 100 ناقص 20، دائما هنا 80 ودائما هنا 190 نفسها، 120 ناقص 10 راح تكون 110 زائد 20، والناتج راح يساوي لنا 66.3، وهاي 120 راح تتحول إلى 66. نستمر على طبق القانون على كل البكسلات اللي باقي. قلنا لكم ارسم الهيستوغرام قبله وبعده، فترسم الهيستوغرام لهاي الصورة مثل ما تعلمنا سابقا، وترسم الهيستوغرام للمصفوفة أو للصورة الناتجة. يستخدم الهيستوغرام شرينك من أجل أنه يقلل من الكونتراست مالت الصورة. طبعا هاي أنه تقليل تباين الصورة may not seem لا يبدو to be useful on image enhancement tool، لا يبدو كأداة لتحسين الصورة، بالعكس احنا كل ما قللنا الكونتراست كل ما صارت الصورة مو واضحة، لكن احنا نطبقه في بعض الحالات لما يكون احنا نطلب تقليل الكونتراست كان عالي حيل واحنا نريد نقلله، فنستخدم هيستوغرام شرينك. آخر عملية لعملية الهيستوغرام سلايد، السلايد هي مجرد تحريك الهيستوغرام إما باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار. قانون السلايد كلش سهل اللي هو سلايد I رو كولوم، يعني كل قيمة بالمصفوفة يساوي إنه I رو كولوم هاي القيمة مالت البكسل زائد الأوفسيت،
offset ومقدار الزيادة. إما حتكون القيمة مالته موجبة الأوفسيت أو القيمة مالته سالبة حسب السؤال يعطى بالسؤال. فإذا كانت القيمة سالبة فحصل عملية طرح فهو تحريك باتجاه اليسار، إذا الأوفسيت قيمته موجبة فرح يصير جمع فمعناته زيادة القيم فرح يتجه باتجاه اليمين. A positive offset إذا كانت قيمة الأوفسيت قيمة موجبة will increase the overall brightness راح يزيد لنا من إضاءة الصورة. فاستخدام positive offset استخدام offset موجب راح يزيد من brightness مالت الصورة، بينما negative offset الoffset السالب راح يقلل لي من إضاءة الصورة فراح يعمل الصورة darker image راح يخلي الصورة غامقة. طبعا هنا عملية السلايدنج يعني هذه الصورة الهيستوغرام مالتها كان بهذا الشكل، طبقنا عليها سلايدنج باتجاه يعني positive offset جمعناها بقيمة موجبة فتحرك أو الزحف الهيستوغرام بهذا الاتجاه، وإحنا قلنا إن الأوفسيت الموجب يزيد لي من إضاءة الصورة فصارت الصورة بهذا الشكل. فرضا عندنا هذه الصورة apply histogram slide for the following sub image where الأوفسيت يساوي لنا 10، قيمة الأوفسيت تساوي 10، وإحنا قلنا بالقانون إنه ايرو كولوم كل بكسل زائد الأوفسيت زائد قيمة الأوفسيت، فبس راح يأخذ كل بكسل ويجمعه بعشرة فيقول 7 زائد 10 يساوي 17، 12 زائد 10 يساوي 22، 8 زائد 10 وتساوي 18، 20 و10 30، 9 و10 19، وهكذا بالنسبة لجميع البكسلات. بقى إذا أخذنا هنا مثال على الأوفسيت السالب، إذا استخدمنا نيجاتيف أوفسيت، فرضا عندنا هذه صورة وقلنا لكم الأوفسيت يساوي سالب 20، طبقونا الهيستوغرام سلايد هيستوغرام سلايد، فمصفوفة الناتجة بحجم المصفوفة الأصلية، وهسه راح نطبق القانون عليها. فراح نبدأ بأول بكسل اللي عندنا هنا المية، مية زائد قيمة الأوفسيت سالب 20، بما إنه قيمة سالبة معناته راح نطرح، فمية ناقص 20 راح تكون الناتجة 80. ننتقل للبكسل الثاني، هذا البكسل الثاني اللي هو 80، فنقول 80 ناقص 20 ويساوي لنا 60. ننتقل للبكسل الثالث اللي هو 10، إذا قلنا سلايد للعشرة ويساوي 10 ناقص 20 راح يكون سالب 10. احنا السالب ما عدنا بالصور، واحنا قلنا قبل بعمليات الرياضية اذا ظهرت مشكلة الطرح انه تطلع عندنا النتيجة اقل من الصفر، فاذا طلعت اقل من الصفر نخليها تساوي صفر، فاي قيمة سالبة نحولها صفر. ناخذ سلايد للخمسين فنقول 50 ناقص 20 وتساوي 30، فهنا صارت 30. 40 نكمل 40 ناقص 20 وتساوي 20، 5 ناقص 20 سالب 15 واحنا ما عندنا قيمة سالبة فنخلي صفر، 70 ناقص 20 وتساوي 50، 60 ناقص 20 ويساوي 40، و20 ناقص 20 يساوي لنا صفر. فهذا هو ناتج عملية السلايد. بقيت إن شاء الله الهيستوغرام إكواليزيشن ناخذ إن شاء الله بالمحاضرة اللي جاية ونسوي لكم إن شاء الله فيديو توضيحي إليه. شكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع.